خليك هكا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحه جيده. انا كنتواجد في منطقه سباته مع واحد الشاب مجهل اللي شاءت القدر على انه يستغل في مجال ديال الخبز، كرا محل وكيبيع الخبز ديال الذهب. بزاف منكم كتعرفوا هذا النوع من المحلات التجاريه اللي كتقدم هذه الخدمات للناس. حسب التصريحات ديال هذا السيد هذا كيأكد على انه تعرض لواحد الظلم من طرف مسؤولي واعوان السلطه ديال هذه المنطقه ديالو. شنو وقع؟ التفاصيل غنخليو نسمعوهم على اللسان ديالو، وهذا الشيء اللي غتشوفوه هو واقع اللي كيعيشو هذا السيد هذا. مرحبا بك اخويا، قدم لي نفسك وشنو وقع؟ السلام عليكم، معكم صلاح الدين بالرضا، شاب مغربي بحال بحال ديال الناس طامور، نط بغيت نخدم في بلادي، حليت محل ديال بيع الخبز والحلويات، المحل هو هذا اللي كنشوفو قدام، خدام عليا ما بيتش كنتفاجأ برجال السلطة كيجيو نهار الاثنين اللي فات، كياخذوا لي الفيترين اللي محطوطة في باب المحل في هاد الباطين. واخا عاود لنا شنو وقع في الأول، وهذا الشيء تحرر في محاضر رسمية. تحرر في محاضر رسمية فعلا. واخا عاود لنا شنو وقع. جا نهار الاثنين اللي قبل من هذا. خدامين مع 10 الليل كيبقوا رجال السلطه هنايا كيجروا الفيترين وكيديروا تبعتهم مشاو بها تحطوها في القياده عندهم هنا. واخا قبل شنو درتي؟ عاود لي من الاول كيفاش زعما قالك عطيني انت شنو درتي؟ لا قبل ما يعطينا موج مره جاو عندي اول مره مشيت للفيترين الاول من بعد منها لا غدا مشيت انايا عند السيد كيدخل عنده باش نستفسرو لقيت عنده تقريبا ساعتين ما كانوا هنا واقفين في الباب ما بغاش يستقبلني رفض الاستقبال ديالي كنتفاجئ من بعد منها بالعشيه بانه كيجي مقدم كيتردد على المحل كيطلب منا واحد المبلغ ديال 2000 درهم نجيبوه للسيد القايد باش يعطينا الفيترينه ديالنا ما بقاش يجي عندنا. هادشي تقال كما هو. هادشي تقال كما هو. كتحمل المسؤوليه ديالك انت اللي كتقول. كتحمل المسؤوليه ديالو وكان محضر راه محرر في محاضر رسميه عند البوليس. عندك كيف كاع الناس ما نقدرش نعطي شي حاجه اللي ما كتعطاش لان حقي انا حاط الفيترينه ديالي عندي محلي خدام علاش غادي نعطي؟ رفضت نعطي. اتصلت بالرقم الاخضر نهار الجمعه وفعلا تجاوبوا معايا. مشيت عند السيد الوكيل العام استقبلني خدا ما عندي الشكايه ديالي حالني على شنو درتي بالشكايه ديالك؟ الشكايه ديالي بان انا كنت تعرض لابتزاز وكنت تعرض لطلب رشوه من الناس ديال السلطه فعلا السيد الوكيل العام دار الخدمه ديالو استقبلني عيط لنا ديال لابيجي الفرقه الاقتصاديه والماليه داروا معايا محضر رسمي سامعوا ليا طلبوا مني المبلغ ديال 2000 درهم نجيبو جبتو خداو منو السيريه ديالو ضمنا داكشي محضر صوروا الفلوس صوروا الفلوس دار داكشي كوميلفو خدمه هي هذيك خرجنا باش نفذوا العمليه كيفاش الظروف ديال التنفيذ كيفاش الظروف ديال التنفيذ هو كيقول لك قالوا لي اتصل بالسيد اللي داير معاه باش يعطي الفلوس ونخرجوا معاك نحضروا ونشوفوا ونعينوا الواقع ديال التسليم ويلقاو عليه قبض بالتلبس يلقاو عليه قبض بالتلبس فعلا داكشي اللي كان خرجنا في الطريق كنتصل بالمقدم اللي داير معايا باش نجيب ليه الفلوس صونا جوج مرات من بعد طفى التليفون دونك خرجوا معايا حتى لعين مكان مشينا للمقدم ما لقيناش ديكو تروبورطات العمليه حتى نهار الاثنين نهار الاثنين الصباح كنتفاجئوا مع 11 ديال الصباح كيجي سيد المقدم جايب لي واحد الانذار من رئيس مقاطعه سباته فيه بعض التعليمات والتوصيات خاصني نطبقهم سلمونا هذاك المحطه شنو هما التوصيات؟ التوصيات من بيناتهم احترام الملك العمومي ادلاء بالبطاقه الصحيه ديال الخدامه بيناتهم احترام التهويه وكاين لتحت بان عندي اجل 15 يوم باش نقدر نفذ هادشي هذا خدينا هذاك المحضر اللي جاب لي هذاك الانذار وسينينا على لاكيز ريسبسيون ديالو امور عاديه بالنسبه لي عندي 15 يوم واخا انت ضابط امورك عندك رخصتك باش نتعلم نهضروا على ذلك القانون المحل رخصتك رخصه السير حتى كاري بعقد السير انا كاري بعقد السير كنسير هذا المحل هذه مده ديال العام كاري محل ديجا كان خدام فيه نفس لاكتيفيتي اللي كانت فيه يكون محل عنده 4 سنين وهو خدام ماشي يلاه خدام دابا الرخص وداكشي كلهم كاين عند صاحب المحل يعني انت ضابط امورك ضابط امور ديالي خدام عندي القرعه ديال الماء عندي قرعه ديال داكشي كلشي عندي بقى خدام في لينور فمن بعد ما تسلمنا حنا هذاك الانذار نهار الاثنين الصباح مع 11 كنتفاجئوا نهار الاثنين نفس النهار مع 9 ديال الليل بالرجال ديال السلطه كاملين كيجيو بما فيهم السيد القايد الشيخ وبما فيهم المقدم والاعوان السلطه كيدخلوا لوسط المحل كيهزوا الفراد واخا نفذوا حسب الانذار اللي جاك ولكن التنفيذ ما زادش ما تعرفوش الاجل 15 يوم وما عندهمش علاش نفذوا لان كلشي عندي قانوني
واخا اليوم شنو كطلب؟ خداو ليا الدوزان ديالي من وسط المحل، خداو ليا الفران، خداو ليا الشاريو، خداو ليا كاع السلعه خدام هنا، داو ميم الخبز اللي كاين، داو كاع الحلوه، تقريبا واحد 40 درهم ديال الخساره اللي مشات، حزوا عليها. واخا اليوم شنو كطلب؟ اليوم كنطلب هو انا تنصف، كنطلب خوتي المغاربه خو معايا انا حتى حكرت بلادي، كنطلب من اعلى سلطه في البلاد اللي هو سيدنا ينصفني، لانني انا مشيت عند القائد كيرفض يستقبلني. الدوزان ديالي مخود بدون اي محضر، ما عرفوا انا فين كاين، ما عرفوا فين مشى. اليوم انا 4 ايام وانا سادو لا 5 ايام، عندي اكثر من 7 العائلات اللي عايشين معايا، هما الناس خدامين معايا هنا، ما عرفناش المصير ديالنا، ما عرفناش المآل ديالنا، واش حنا في بلادنا جينا نخدموا بلادنا وكنتحقروا هكا وكنوقفوا بدون اي واجب حق. فانا كنطلب اليوم بالسلطات العليا تدخل في هذا الملف ويفتحوا تحقيق باش يردوا لي حقي ويخلوني نخدم، لان انا اليوم متضرر، ما عرفت المآل ديالي انا، انا اليوم 5 ايام ما خدامش، انا مصدر الرزق ديالي الوحيد هو هذا. ها هو تسد عليا، تسد على الناس اللي خدامين معايا كاملين، فحنا فينا نمشيو اليوم. شكرا لك على كل هذه الطرحات هذه. رقم التليفون ديالك؟ اي رقم التليفون ديالي 0662 05 0040. شكرا لك.